تراجع بأكثر من 10%. وللحديث عن أداء الأسواق ينضم إلينا في الاستوديو السيد محمد زيدان، كبير استراتيجية الأسواق في ثينك ماركت. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا. بداية سيد محمد، نتكلم عن احتمالية عودة النفط الصخري للضغط على الأسعار مجددا، خاصة مع اتفاق أوبك والأعضاء المستقلين. هل هذا الأمر برأيك وارد؟ بالفعل، هو دلوقتي موضوع النفط الصخري بقى يمثل حاجز ساري أو سقف الأسعار، وأساسيات السوق بدأت تستوعب حاجة زي كده، وعندنا برضو أرضية الأسعار. أول حاجة نقول لو شفنا أي أسعار نفط ارتفع فوق مستويات مثلا 75 دولار لبرنت أو 65 دولار لتكساس، ما ننساش النفط الصخري هيكون شركاتها عندها هامش ربحية مرتفعة فهتزود إنتاجها وبالتالي هتضغط هبوط الأسعار. لو شفنا أسعار النفط انخفض تحت 50 دولار، عندنا أوبك والمنتجين المستقلين على استعداد تام إن هم يخفضوا الإنتاج، يمددوا اتفاقية إنتاج تخفيض إنتاج موجودة، فبالتالي إحنا عندنا نطاق سعر كبير لأسعار النفط ما بين 50 دولار وعندنا ما بين 65 دولار لتكساس على سبيل المثال. ده اعتقد ان الطاقة السعر اللي في ظل اساسيات السوق الحاليه هو اللي يقدر يستوعب اسعار النفط. والان احنا شايفين استقرار ما بين مخاطر جيوسياسيه في المنطقه، زائد كمان مخاوف خفض مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، ما خلينا نشوف استقرار الى حد ما، وقد نميل الى الهبوط. خام تكساس الامريكي عنده مستهدفات عند مستويات ال 54 دولار، مستويات دعم فنيه قد نرى اعاده اختبار، ولكن بشكل عام اساسيات اسواق النفط عندنا دلوقتي سقف وأرضية الأسعار. أتوقع أننا كمان محتاجين تغيير كبير وجذري لأننا نخترق أو نبتعد عن هذه المستويات. نعم، فسأنتقل للحديث عن الشأن الأمريكي وتحديدا تقرير التوظيف الشهري الذي كانت نتائجه إيجابية. برأيك بطبيعة الحال هو خفض من التوقعات بتخفيض سعر الفائدة، ولكن هل انتهى احتمال تخفيض سعر الفائدة بشكل عام؟ ما توقعش كده، هو خفض التوقعات ان يكون خفض الفائده يكون ب 50 نقطه اساس، ولو كنت شايفينه ان احنا هو كان مبالغ فيه لحد ما. دلوقتي الاسواق شبه على يقين ان هنشوف 25 نقطه اساس في نهايه الشهر الحالي، وكمان الانظار كلها تترقب شهاده باول امام الكونجرس او شهاده نصف السنويه يوم غد، وهنشوف اي تلميحات ومدى قناعه الفدرال الامريكي باداء الاقتصاد وهي الادوات اللي هم جاهزه لدعم الاقتصاد اذا ما استمر التباطؤ. ولكن بشكل عام الارقام والوظائف جيده، ولكن الضغوطات التضخميه انخفضت. احنا عندنا معدلات نمو الاجور ما شفناش توافق ولا الارقام السابقه ولا التوقعات، وده اللي خلى لحد ما الاسواق ترى ان قد يكون الفدرالي على تأنى في موضوع خفض الفائده. 25 نقطه اساس قادمه اتوقع الاسواق على يقين فيها، الرهان كله هل هنرى خفضين بعديها ام ثلاثه مرات خفض، فبالتالي هو رانا عدد مرات اللي الفدرالي هيقوم بها بخفض اسعار الفائده. سأنتقل إلى الاتحاد الأوروبي وتحديدا بريطانيا. هناك يعني جدل حول من سيخلف تيريزا ماي. في ظل هذه المعطيات الجنيه الاسترليني تراجع لمستويات دون 1.25 دولار تقريبا، وهناك توقعات بتوجهه لدولار و20 سنت. برأيك ما هي العوامل التي تضغط على الجنيه الاسترليني؟ وما فيش أي عامل إيجابي ممكن ينقذ الاسترليني حاليا. أول حاجة لو هنقول المؤشرات الاقتصادية الاستباقية كلها بتوضح أننا داخلين على لحد ما ركود اقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، ده رقم واحد. وطبعا عارفين عوامل رئيسية بسبب عدم اليقين، عندنا عدم اليقين السياسي اللي ممكن نشوف باريس يبدأ ياخد رئاسة الوزراء، وده معناه ان اكتوبر هنشوف خروج صعب، فبالتالي يعني مستقبل السياسي الى حد ما سيء، عندنا ارقام اقتصادية سيئة، فبالتالي ما فيش حاجة تدعم الجنيه الاسترليني. دولار امريكي قوي، المستويات ال 25 كانت مستويات محورية، ال 1.25 اتوقع مستويات ال 1.20 مش بعيدة، ولكن عندنا برضو مستويات دعم عند 1.22، والمستويات الحالية مستويات محورية. اتوقع السوق هيتباطأ إلى حد ما، تم تسعير الأسوأ، هنشوف لو إذا ما استمرت هذه الضبابية هذه الأخبار السلبية أتوقع أن هيكون في قدرة على التراجع أكثر من كده، ولكن الاسترليني لديه كثير لا يعاني منه. باختصار سيد محمد، فيما يتعلق بالشأن اليوناني، رئيس الحكومة الجديد وعد بعدة وعود بينها تخفيض الضرائب، برأيك هل سيتمكن من ذلك؟ أم سيلتزم بما تم الاتفاق عليه؟ البحث عن حلول وسطية، خاصة الناخبين أو المنتخبين الشعبويين حاليا زي ما شفنا في إيطاليا دائما بيحاولوا يخرجوا من الإجراءات القشوفية اللي اتفق مع أوروبا، ولكن اليونان كحكومة هي ملتزمة باتفاقات معينة. عندنا عايزين نشوف فائض ب 3.5%، وأتوقع أن ده هيكون ملزم على اليونان، ولكن قد يقوم الحكومة الجديدة تقوم بوصول باتفاق مع أوروبا لتخفيض بعض العبء الضريبي على اليونان. إذن السيد محمد زيدان، كبير استراتيجية الأسواق في ثينك ماركتس، كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك.